عدو للإسلام والمسلمين. إذن المشاركة في عيد ميلاد واحد تعني إما محبته أو الاعتراف بقيادته أو بالسير على طريقته أو بتقدير ما أسداه إلى مجتمعه من خدمات. هاي معنى عيد ميلاد أي واحد. احتفال بأولادنا تعبيرا عن محبتهم بسولهم بالدار هيك شغله بسيطة. الكبار بيعملوا لهم وهكذا. المولد النبوي الشريف إن قلت تعبير عن المحبة والله صحيح. ما يزال قائدنا والله صحيح. ما نزال نتبع طريقته والله صحيح. ما نزال نقدر الخدمات والإكرام الذي أكرمنا الله عنه والله صحيح. تعبير حضاري حضاري ما أنكره إلا قوم ما عرفوا من الحضارة شيء. بدوا من الدين مثل يعني كل العالم الإسلامي يحتفل بالمولد إلا بقعة راكبين رؤوسهم. ونقولنا لهم ليش؟ قال هذا يختلط به الرجال والنساء وتشرب به الخمور وتتعاطى به المخدرات. اللهم احكم بيننا وبينهم. والله ما حصل يا جماعة ما حصل. يعني يفتون في شيء ما حصل. على الأقل في بلدنا ما حصل على الأقل. فلما يقام الآن احنا نغتنم الآن المولد شهر المولد ورأس السنة نغتنم هذه المناسبات للدعوة وبيان الإسلام والتمسك بالإسلام. وين البدعة فيه؟ اللي ودع عقله بالسعودية ودع عقله بنجد هذا ما عليه وش مولد. أما اللي عقله معه عقله براسه بيعرف خلاص ولا ينتبه. هذا تعبير عن أننا ما زلنا جند محمد عليه الصلاة والسلام.